مرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج هيلة البلاد، صوت اللي ما عندوش صوت. اليوم في حلقة جديدة باش نحكيو على الوضع والأوضاع في تونس الفترة هذه. معايا زوج ضيوف نتاعي كما العادة. ضيفنا القار سي ميعاد بن عبد الله اللي هو ناشط سياسي ونقابي. سي ميعاد، مرحبا بك مرة أخرى معنا. شكرا، بارك الله فيك. مرحبا. ومعنا زيد اليوم ضيف الحلقه من هيلة البلاد، سي سفيان مخلوفي، نائب سابق ببرلمان 2019 عن الكتله الديمقراطيه وناشط سياسي حاليا. سي سفيان، مرحبا بك وهيلة البلاد. مرحبا بك وشكرا على الدعوه. وهيلة البلاد والعباد تعبه، وهيلة البلاد بالوضع السياسي والانتخابي المتعفن قبل هذا، هيلة البلاد بالمساجين السياسيين الموجودين، هيلة البلاد بمساجين الرأي، وبهيلة البلاد بالصحفيين في السجن، وهيلة البلاد بالمدونين الشباب الموجودين في السجن، وهيلة البلاد بتسلط قيس سعيد على كل دواليب الدولة، وهيلة البلاد مؤخرا بالتعفن اللي دخلت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات أو المدعوة بالمستقلة في العبث بالاستحقاق الرئاسي القادم في 6 أكتوبر. وبالضبط هو هذا موضوعنا لليوم، اللي البارح الهيئة كما تناقشنا البارح وكما الناس كلها قاعدة تحكي اليوم، الهيئة بتاع الانتخابات كانت رفضت إعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع برمجتها في 6 أكتوبر 2024. وكما زاد شفنا حرب بيانات ما بين الهيئة، من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهة، والمحكمة الإدارية من جهة. الهيئة وصلت هبطت 3 بيانات من البارح لليوم الصباح، وفي المقابل المحكمة الإدارية تجيب على كل ادعاءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. شنو تعليقك سفيان، وكيفاش كنت كمشاهد وكناشط سياسي متابع للشأن العام ويهمك الأمر الانتخابي حاليا، شنو تعليقك على اللي صار من البارح لليوم؟ بداية نحب نذكر أنه ثم مرشح موجود في السجن اللي هو صديقي العياشي زمال والنائب السابق للبرلمان، ونعبر له على كل مساندتي وتضامني، وأدعو صراحة إلى إطلاق سراحه، لأنه نعرف أن الملفات هذه كلها ملفات ملفقة ضده، وهي تدخل في باب كل الطرق التي استعملتها السلطة الآن لمنع أي مرشح من الممكن أن ينافس قيس سعيد. في حرب البيانات الموجودة، أنا يبدو لي أن النقاش أصبح عقيم، والبيانات اللي تخرج فيها من الهيئة متاع الانتخابات أو هيئة قيس سعيد للانتخابات حسب رأيي أنا، هو لافتقادها للحجة وتكرارها المبالغ في البيانات وإصدارها في كل دقيقة بيان لتبرير موقفها، هو دليل على ضعف حجتها وارتباكها. كي نحبوا نشوفوا القانون الانتخابي أساسا من بابه في فلسفة القانون، هو يحب يحدد أن يكون هناك ترشحات جدية. يعني أنك بعثت لي اليوم ولا بعثت لي غدوة باش ندخلوا في النقاش، هذا يبدو لي هذا نقاش عقيم. المحكمة الإدارية أصدرت قرارها بإعادة المترشحين، وبالتالي كل التوانسة يعرفوا هذا القرار. الهيئة بالنسبة لها إذا كان جد تحترم عفوا روح القانون وروح جدية الانتخابات والمصلحة العليا للوطن والمصلحة العليا المحددة فيها الشرعية بالانتخابات، فهي تعود المرشحين دون أن تدخلنا في هذا الجدال العقيم. بالنسبة للجدال القانوني اللي دخلت فيه البلاد تقريبا في ظرف 24 ساعة، البارح سماعات أنت كنت حاضر معنا وقلت أنه هذه ما هيش عركة قانونية، هي عركة سياسية. يظهر لي الجدال مازال متواصل، والحرب متاع البيانات وسيل البيانات مازلنا قاعدين نعيشوا فيه ونشوفوا فيه. وآخر بيان اللي هبط اللي هو البيان متاع الهيئة متاع الانتخابات اليوم الصباح في علاقة بالبطاقة عدد 3 اللي وليت الحجه الثانيه نتاع الهيئه العليا المستقله للانتخابات، لكن الهيئه في نفس الوقت مصره على الجدل القانوني. وانت بصفتك مختص في القانون ونقابي سابق ومتابع زاده للشان العام في تونس، حكيت البارح على العركه السياسيه اللي سايره وانه ما فماش جدوى للنقاش القانوني. شكرا زينه على السؤال. انا ناكد انه من امس لليوم مرينا من حالة سيئة إلى حالة أسوأ. اللي صاير اليوم نسميه عبث، مش جدل، خاطر الجدل مسموح به في القانون وفي السياسة، أما احنا اليوم وصلنا لحالة عبث، وصلنا لحالة إساءة حتى المؤسسات التعليمية في القانون. أنا نشوف اليوم ما عادش لازم باش نسكروها كليات القانون وكليات الحقوق
ونرجعوا للكتاتيب على اللي نسمع فيه انا اليوم، معناها مستوى متدني. وبالمناسبه نحب نسال السي القاضي سي ايمن بوغطاس، ايمن بوغطاس اللي هو عضو اللي هو عضو في اللجنه، مش هيئه، خاطر كي نقول هيئه نعتبر اسات للهيئات الحقيقيه سواء في الداخل او في الخارج. الهيئه عندها، هي هيئه عندها معاييرها هذه، واصبحت لجنه تنفيذيه. فنحب نوجه السؤال سي ايمن بوغطاس اللي هو قاضي، قاضي اداري، قاضي اداري معناها سي بي قاضي اداري، نحب نسالو شكون قراه القانون، وقتاش قرا القانون، كيف يصرح ويقول معناها المحكمه الاداريه قراراتها معناها ما تطبقش ولا مش ملزمه ولا ما نسيت حتى اش قال معناها التلمون اللي هو جال. فقط للتذكير سي ايمن بوغطاس كان دخل اليوم في اذاعه موزاييك وحكي على انه البطاقه عدد 3، ثم زاد حكي على الاجيال اللي هي نفس تقريبا اللي قالته الهيئه العليا المستقله للانتخابات في بيانها نتاع البارح، اضافه للي قال لي مصباح بعلاقه بتنفيذ الاحكام المحكمه الاداريه. انا نقول له يا سي بوغطاس، نذكرك بالفصل 8 من قانون عدد 40 لسنة 72 المحكمة الإدارية، في الفصل 8 يقول أن المقرر الإداري الواقع إلغاؤها، المقررات الإدارية الواقع إلغاؤها بسبب تجاوز السلطة تعتبر كأنها لم تتخذ إطلاقا. يعني نرجع للحالة اللي قبل يعني الطعن، النتيجة نتاع إلغاء القرار يصبح القرار معدوم كأنه لم يكن، وبالتالي ارجاع الحالة إلى ما كانت عليها قبل اتخاذ القرار. وفي قضية الحال، الحالة التي كانت عليها قبل اتخاذ قرار الهيئة المشين هي وأن من المترشحين الثلاث كانوا ضمن القائمة تاع المترشحين للانتخابات الرئاسية، وبالتالي من البديهي النتيجة المترتبة على حكم المحكمة الإدارية هم أنهم الثلاثة المترشحين يرجعوا في السباق. إيمان، علاش موجودة المحكمة الإدارية في قانون الانتخابات، في مرسوم الانتخابات وفي كل القوانين المتعلقة بالمسار الانتخابي، إذا كان في الأخير باش يكون رأي استشاري، إذا كان هذا شنو عملت هي حالة أمريكا. العبث اللي كنا نحكوا عليها، وحالة اللا قانون ودولة اللا قانون اللي هو اليوم معناها شيء محزن وشيء مؤسف، وما عادش نلقوا حتى العبارات باش نعبروا على هيئة كما معناها حكمية قانونية كما المحكمة الإدارية اللي هي كما ذكرنا أمس، تصبح قراراتها في مهب الريح. انا نقول معناها المسار كامل هذا ما كانش فيه داعي باش نخسروا فلوس ونخسروا وقت ونخسروا معناها مقدرات الدوله. كان من الاول يقولوا لنا خويا راه ما ثماش انتخابات، ولا يعملوا بانتخابات لشكل اللي يحبوه هما، ولا يعلنوا الخلافه ولا اللي يعلنوه، ويمروا بقوه كما 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 صاير اليوم. بالضبط، وهذا يهزنا دايوغ السيل نتاع البيانات الاخرى اللي زاد ما بين البارح في الليل. طبعا ثلاثه مرشحين اللي تم رفض المطالب نتاعهم، وتم رفض احكام الطعون اللي تقدموا بها للمحكمه الاداريه، كانوا تقدموا ببياناتهم الخاصه سواء مباشره ولا عبر في الفريق القانوني نتاعهم كما سي منذر الزنيدي. وفي نفس الوقت شفنا زاده بيانات اخرى من منظمات وطنيه كما الاتحاد العام التونسي للشغل اللي كان هبط بيان اليوم، وذكر فيه ثلاثة نقاط أساسية. سفيان، نتصورك طلعت على البيان بتاع الاتحاد العام التونسي للشغل وبيانات أخرى كما منظمة نايقظ، مراقبون، جمعية بالضبط بالضبط، وهذا مهم على الأخر أنه مختصين في القانون الدستوري هم اللي يحكيوا على المسألة هذه، وحكيوا على حالة العبث القانوني والدستوري اللي كان يحكي عليها في ميعاد. هو هيئة معسكر المكلفة بالانتخابات تريد أن تدخل أمام التوانسة فوضى في النقاش الشكلي القانوني، كما يقولوا الفرنسيس باش يعوم الحوتة، باش يدخلوا الإرباك في ذهن الناس. بالواضح أنه كل أساتذة القانون في تونس وكل الجمعيات مثل جمعية القانون الدستوري اللي ترأسها الأستاذة سلسبيل القليل، فما حتى مراقبون اللي هم مختصين في المسار الانتخابي، منظمة نايقظ اللي راقبت الانتخابات قبل، قضاة متقاعدين، قضاة من المحكمة الإدارية تكلموا وما إلى ذلك، تؤكد أنه المحكمة الإدارية بعثت شكليا إلى الهيئة بالتواريخ وما إلى ذلك. أنا نفهم أنه المحكمة الإدارية ما تحبش تنشر المراسلات كي لا تدخل في موضوع التسريبات وما الى ذلك، يعني احنا نعرفوا ان هي اعلمتهم
عبر تقنية الميل. يعني ما تجيش الهيئة باش تخرج مراسلاتها، معنى المحكمة الإدارية تخرج مراسلاتها كما تحت لذلك هيئة معسكر الانتخابات في أنها نشرت المراسلات وكذا لتبرير موقفها. احنا في المحكمة الإدارية عندها نواميسها وعندها ضوابطها، ما تنجمش تنشر مراسلاتها، لكن الناطق الرسمي باسمها ونقابة القضاة الإداريين قالت، وحتى المترشحين راهوا تبعثوا في التاريخ الفلاني وفي الساعة الفلانية، يعني أعلموا بهم الأطراف. يعني هو الحقيقة سفيان راهو حتى الوثيقة اللي سربتها الهيئة العليا المستقلة الانتخابية في علاقة بمنذر سنين دي فيها أيضا أو فما ضمني أنهم بالضبط فما ناس من اللي متخصصين في القانون اعتقدوا أو اعتبروا أنه الموجود في الوثيقة في حد ذاته هو اعتراف ضمني من الهيئة أنه وصلها منطوق الحكم في الموعد المحدد. الرأي القانوني السائد الآن عند كل المنظمات الوطنية والجمعيات القانونية في تونس أنه هيئة معسكر للانتخابات مخطئة في قامت ما قامت به. الإشكال اللي موجود وين؟ أنه منذ انطلاق تاريخ الانتخابات هذه الهيئة هذه أو اللجنة كما كان يقول الأستاذ لجنة معسكر هذه الانتخابات قامت بكل العراقيل، أخافت المزكين بأنها قالت ستعلن عن أسماء، ونحن نعرف الجو الترهيب اللي موجود في تونس سياسيا وأمنيا لكل الناشطين السياسيين، وكل القضايا الملفقة للسياسيين والناشطين معهم المدنيين موجودة ومعروفة في تونس، وهذا يخيف المواطن، والناس كل تعرف أن المواطن التونسي لم يعد حرا كما كان سابقا في أنه يتكلم والناس تتكلم في القهوة يقولوا رد بالك كذا، هذا معروف أخافته. الورقة اللي عملتها الوثيقة اللي عملتها للتزكيات اللي فيها معطيات شخصية على اسم الأم وكذا، هذه في حد ذاتها تقنيا في إخافة النخب، يعني بالتالي أنا باش وإسقاطها ودوسها على قرارات هيئة عليا اللي هي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية يدل على شيء واحد. وهنا سأستعير بعض الأمثلة يستعملهم صديقي القاضي السابق الفاضل أحمد السويب، وهو يستعمل الكرة. يعني توا نحن قدام حكم منحاز، احسب روحك في البطولة الإفريقية، جاء حكم منحاز إلى دولة ما، قولوا مثلا مش لازم نذكر دولة باش منحاز، وزفر اثنين او ثلاثة بينالتيات بغير طريقة غير قانونية يصير على الفريق هذاك. تنجم تعينوا انت في النهائي او في الربع النهائي مو مع الدولة هذيك، مو باش ينحازلها بالضرورة، معناها ظهر من الاول منحاز، وبالتالي ظهر انه الهيئة هذه هي آلية او اداة لقيس سعيد لتأبيد نفسه وذاته في الحكم. وانا متأكد انه بما انهم داسوا على القوانين على قرارات الهيئة العليا الإدارية اللي هي الجلسة العامة معنا دوائر المجتمع المحكمة الإدارية، سيقومون بكل شيء من أجل حتى سي العياش الزمان وسي زهير المخزاوي اللي قاعدوا في السباق سيستعملوهم كديكور داخل الانتخابات، وأنا متأكد أنهم مستعدين حتى إلى تزييف الانتخابات، لأنه كما نقولوا بالتونسي من مرقته ظهر عشاه. أنت ما احترمتش قرار متاع هيئة قضائية عليا كما المحكمة الإدارية اللي اعطاتك شنو التوجه القانوني اللي تعمله، كيفاش نجم نتمنك انا بعد على كل التقنيات الانتخابيه اللي لهني مش نبعدوا برشا. سي العايش الزميل اللي هو مازال رسميا مرشح، تم الاحتفاظ به لمده 48 ساعه لكن مازال مرشح رسميا، شنو هو مطالب سي العايش الزميل اذا كان اليوم حسب تعبيرك الانتخابات هذه باش يتم تزويرها للاخير باش في الاخر نلقاو رئيس اللي هو سي قيس سعيد؟ دونك شنو هو مطالب سي العايش في زمال انه يعمل في الفتره هذه؟ انا بعكس عديد من زملائي الناشطين السياسيين في البلاد كنت من الناس اللي دافعوا كثيرا عن المشاركه وضروره المشاركه، لانه البلاد هذه ماهيش بلاد سي قيس سعيد ولا المنظومات الاستبداديه اللي ارساها في البلاد. دونك لا تدعو للمقاطعه؟ انا لا، مازلنا حتى نشوف التوجه، ودعينا الى المشاركه ودفعنا عديد الناس انها تترشح، لان قلنا التعدديه على قد ما الناس تترشح على قد ما نعطوا تصور تعددي وديمقراطي للانتخابات هذه، بالرغم عدم ثقتنا في الاجهزه اللي ارساها قيس سعيد. وكان حتى عديد من اصدقائي والسياسيين اللي احنا في نفس تقريبا المجموعه السياسيه يحبوا المقاطعة، قلنا لا يزم نمشي للمشاركة. لكن أنا سوف زادة في 2019 سمحني. فما وقت 29 مرشح كاملين معناه أقبل أي، وبالتالي أدف. المسار لحد الآن أظهر أنه هذه الأداة اللي تسمى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي أنا سماها هيئة معسكر، وهي آلة من آليات قيس سعيد لتأبيد نفسه في الحكم،
أظهرت بدوسها على حكم المحكمة الإدارية أنها موجودة لصالح مرشح واحد. واضح. وبالتالي أنا ما ندبرش صراحة على صديقي العايش زمان ولا على قيد المرشحين والمرشح الآخر. قيد المرشحين حتى المغزاوي اللي اختلف مع السياسيين تماما في مساره السياسي اللي قام منذ انقلاب 25 جويلية. أنا ما سميش مسار 25 جويلية، المسار عنده معنى سياسي وكذا، هذا انقلاب لصالح شخص ومنظومة استبدادية، ما نقولهمش شنو تعملوا، لكن بالظاهر أنه لن نعيش انتخابات في تونس، ولكننا أمام آلية من آليات تأبيد قيس سعيد في السلطة. واضح. ميعاد كنت حاب تعلق. باش نمشي في منحة ثاني، باش نضيف على اللي قاله سي سفيان حاجة. أنا بصراحة اليوم الجدل هذايا نأكد كما رأي سي سفيان وأنه مقصود لتوجيه الرأي العام نحو شكليات باش ينسوا الفون، لأن اليوم القضية في تونس أكبر بكثير من قضية نقاش قانوني عقيم وطاح المساواة. أنا بصراحة نحشم باش نقعد نحكي فيه. علاش؟ وقت اللي رئيس اللجنة أبو عسكر يبعث مطلب نهار 30 أوت للمحكمة الإدارية يطالب بنسخة تنفيذية، وصلب المراسلة اللي بعثها ينص على منطوق الحكم ويصيغه كما هو. فيه اعتراف ايضا بالضبط. مش اعتراف، يعني هو يعلم علم اليقين معناه منطوق الحكم اطلع عليه بالضبط. حسب الفصل 24 و25 طلع عليه وكتب منطوق الحكم بيده هو في المراسل اللي توجه به. اذا امام هذه الحال، اذا كان هو يعلم علم اليقين ويبعث يحب على الحكم، مش فيه الحكم، هو الحكم فيه حيثيات كذا وفيه منطوق الحكم، منطوق الحكم هو النتيجة، واللي هي حتى الحيثيات موجودة في ملف القضية اللي هو موجود عند الهيئة. ولكن أنا مش نجاوبه بطريقة قانونية لأنه ما عادش تم قيمة القانون قدام ناس تحكي بالطريقة دي. مش نجاوبه بجواب الأستاذة المحترمة هالة غربية، وهي جواباته جواب رائع جدا، وأعطت تشبيه أنا شخصيا عجبني تشبيه جميل جدا. قالت له يا سي أبو عسكر راهو الحكم ونص الحكم بما فيه هذاك يعتبر كأنه بطاقة أعداد، معناها بلتان دو وراه منطوق الحكم هو النتيجة، وراي المحكمة الإدارية قالت لك راك دوبلت رصبت، معناها رصبة. علاش توج أنت على النص باش تشوف معناها قد جبت من كعكة؟ وهذا يعني صراحة صراحة ولينا نحكلو في مهزلة. وأنا ندعو رجال القانون المحترمين وأنهم معناها يقولوا كلمتين ويوقفوا المهزلة هذه، معاش يناقشوه أبو عسكر، ولكن يقول وضايا راه إنسان خارج القانون. لأنه اليوم المعركة هل أن الدولة هذه تمشي في نزاعاتها للاحتكام للمحاكم للقانون، أو تمشي لمنطق القوة، اللي عنده القوة هو اللي يفصل. وفي إطار القانون والتفاعلات كان القاضي وليد هلالي هبط منشور اليوم على الموضوع هذايا والجدل اللي قايم في علاقة بالهيئة والمحكمة الإدارية. هبط منشور قال فيه أنه منطوق الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية، ونشر المنطوق متاع الأحكام هذايا، وقال لو تقدم أحد المعنيين بمطلب للمحكمة في شرح هذا المنطوق وهو مطلب أجهزه القانون لتم رفضه بسبب شدة وضوحه. يعني ولينا في سيرك، معناها ولينا حتى القانون يلزم تعاملوا معه بالاستهزاء هذا. لأنه سمحني تفضل. قانون المحكمة الإدارية ايش يقول في عدم التطبيق أو الامتناع المقصود تاع السلطة أن يطبق قانون؟ هو خطأ. شوف ايش استعمل المشرع وقت كان عندنا مشرع حقيقي، خطأ فاحش. يعني الضخامة كلمة فاحش عفوها الكل، خطأ فاحش يعمر ذمة السلطة. وهذا بالنص القانوني، يعني سي أبو عسكر اليوم يرضى على نفسه هو أنه ذمة هيئته تعمر بخطأ فاحش، ومن بعد تبقى عنده مصداقية ونتبعوه احنا في هذا المسار. أنا شخصيا في نفس إطار التفاعلات كان زاد سي نور الدين بنتيجة اللي هو مستشار سابق برئيس الجمهورية مع الرئيس السابق الراحل سي البيجي قايد سبسي، كان زاد هبط تدوينة فسر فيها اللي صاير
بالجدل او حول الجدل اللي قائم على هيئه الانتخابات وقرارات المحكمه الاداريه، وقال انه المترشحين او تساءل حول ذنب المترشحين اللي باش يتحرموا من حقهم من الترشح اذا كان على اعتبار انه الهيئه استعملت او استغلت الاجال القانونيه اللي موجوده في القانون هذايا لعدم تطبيق قرارات المحكمه الاداريه. ولهنا سي نور الدين بتيشه يتساءل علاش ولا شنو ذنب المترشحين للانتخابات الرئاسيه القادمه انه ما يتقبلوش الملفات نتاعهم. عندنا زاده سي سامي بن غازي اللي هو استاذ ومحامي ومعلق زاده اعلامي في المجال هذايا، كان زاده هبط تدوينة الحقيقة هي مضحكة شوية لكن الحقيقة معبرة برشا ما يبعدش برشا على قالته الأستاذة هيلا. سي سامي قال القانون اللي قريناه مشى يجيب في سواق 400 وتو يجي. وآخر تفاعل باش ناخذوه معنا اللي هو سي المولدي القاسومي اللي هو أستاذ في علم الاجتماع ولا باحث في علم الاجتماع، اللي سي ميعاد وكنت ريتك تفاعلت معاه، اللي هبط بيت شعر خلينا نقوله يقول فاروق جاء به صاحب الفاروقيات وبغلة الفاروق استوفت كل العثرات. دونك هذايا كان سي المولدي القاسومي. سي ميعاد نحب نتوجه بتحية على الدكتور نوجه له تحية سي المولدي القاسومي صاحب الفكر النير واللسان الفصيح وصاحب نظرية الحلقوم والمعروفة جدا. سي المولدي هذا صحيح صحيح في التدوينة نتاعو كتب بيت شعر عجبني انا، ف انا لقيت روحي نواصل معاه في بناء هالقصيد اللي هو بدا يقول هو فاروق جاء به صاحب الفاروقيات وبغلة الفاروق استوفت كل العثرات. أضفت له أنا قلت له وسيسألهم ربهم عن طريق لم يعبدوه وخلفهم لوعودهم ببناء مدارس ومستشفيات، وما عسى الفاروقين أن يجيبا ربهما حين يسألهما عن حنث اليمين وتزوير الانتخابات. مع على فكرة لست بشاعر أنا هذا فما أوضاعت لزك تولي شاعر وقانونجي وكل شيء مع بعض. واللي خلينا ننطق بالشيء هذا أنه سيبو عسكر والقضاة اللي صرحوا في التصريحات الهزيلة كما كنا نحكو ما يعرفوش هو أنه أحكام المحكمة الإدارية تنطق تصدر باسم الشعب التونسي. القضاة هذوك راهم مجرد معبرين على إرادة الشعب التونسي. أنا ندعوهم أنهم يرعوا الأحكام المحكمة الإدارية ويقروا لونتات نتاع الحكم باش يشوفوا ويتأكدوا أن هذه الأحكام تصدر باسم الشعب التونسي، ومن لا يحترم هذه الأحكام ومن لا ينفذ أو يرفض تنفيذ هذه الأحكام فهو قطعا يرفض إرادة الشعب التونسي وهو ضد إرادة الشعب التونسي. طيب سي سفيان كنا شفنا تفاعلات حتى على مواقع التواصل الاجتماعي ونصورك زاد تبعت برشا اللي صار البارح، خذينا دي بروفيل مختلفين يعني فما قاضي فما محامي نشطاء بالمجتمع المدني مسؤولين سابقين وكل تقريبا عندها نفس القراءات ونفس الآراء انه اللي صار البارح هو فعل فاحش ضد القانون الاداري وقرارات المحكمه ولا خطا فاحش ضد قرارات المحكمه الاداريه. الناس هذوما تعرفهم ونشط معاهم ممكن اغلبهم على الاقل وكنتوا موجودين في تقريبا في مسارات واحده ومش مختلفه. اليوم وين موجودين العباد هذوما؟ شنو المطالبين احنا كنشطاء والى الناس الناشطه في المجال السياسي اليوم بشنو مطالبين بعد المهزله والعبث اللي موجود حاليا؟ احنا مطالبين بان نواصلوا مقاومتنا للعبث بالدوله التونسيه وبمؤسسات الدوله التونسيه وباخراج الدوله التونسيه على مسار المنطق والقانون وادخال الدوله التونسيه في مرحله من العبث وحتى الجنون. يعني اللي قاعدين نشوفوا فيه ما ينجمش يفهموا الانسان الا ان الدوله التونسيه كان ناخذوها شخص ناخذوها الان وكانها شخص عنده انفصام في الشخصيه واضطراب في مداركه العقلي. يعني لازم المواطن التونسي يفهم حاجه انه وقت تجي المحكمه الاداريه وتعيد القانون الى مساره الصحيح ويجي قضاة اخرين مثل سيبو غطاس ولا سيبو عسكر
ويدوس على القانون وهم في الأصل قضاة. يعني لازم يتصور نفسه المواطن التونسي إذا كان عنده قضية خاصة به ومتاع تنازع شخصي وتوجد قدام قضاة جالسين في محكمة الناحية والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف فهم قضاة يشبه سيبو عسكر ويشبه سيبو غطاس أين سيجد حقه. ما يلزمش يتصور أنه المسألة سياسية وصراع سياسي فقط وكذا، هو مسألة احترام القانون وروح القانون واحترام نواميس الدولة ونواميس القضاء. هي ثقافة يعني ثقافة، لأنه يعني غدوة سامحني أستاذ غدوة إذا كان أنت قاضي اليوم تحترمش القانون، غدوة الإنسان العادي كي يتجاوز القانون شنو كيفاش تلوم عليه؟ بالضبط. لا وخاصة شكون باش يلتجأ؟ شوف مسألة إصلاح القضاء ومسألة الزيغ اللي موجود في القضاء التونسي حطاتنا أمل الجلسة العامة للمحكمة الإدارية أنه في البلاد ثم شكون بعقله وثم شكون ينظر إلى الأمور بصفتها القانونية ويحترم الدولة ويحترم قوانين ويحترم. يجي قضاة أخرين موجودين في هيئة أو لجنة ويقوموا بهالصفصة القانونية هذه اللي عملوها، يعني يتصور روح المواطن التونسي موجود أمام قاضي من النوعية هذه وهم كل يوم موجودين أمام القضاء ويعرفوا المظالم اللي تجيهم أمام القضاة من نوع هذا في مسائل تخصهم في نزاع مع جاره في مسائل خاصة. يعني المسألة بالنسبة لي خطيرة للمواطن التونسي كل، يعني قضاة موجودين في هاللجنة اللي معينها سي قيس سعيد اللي سماها هيئة مستقل الانتخابات سي بوعطاس وسي وعسكر، أنا نذكر الأسماء. احنا ما قلنا برنامج من غير صنفور. احنا يتصور نفسه المواطن التونسي اذا كان يعتبر هذا مهموش، يتصور نفسه انه قضاة يتجاوزوا القانون بالشكل هذا، هو نهار اخر ينجم يقف قدامهم او يقف امام امثالهم. وبالتالي المساله اللي تمت من هالناس هذه مساله خطيره جدا، ويجب ان يكون لها عواقب وعقاب يوما ما، وعقاب شديد كي يتربى الناس اللي مكلفين بانجاز القانون في البلاد انه يلزم القانون هذا يتطبق على كل الناس سواسيه. نحينا من الشعارات ومن الشعبويه وما الى ذلك، حقك كمواطن تونسي ما تنجمش تاخذه امام قاضي خاضع مثل هؤلاء ومثل القضاة اللي يقع استعمالهم في ملفات التآمر وفي ملفات لزج بالصحفيين وبالسياسيين داخل الحبس. نشوف نفسك راهو القاضي اللي يتجاوز في حق السياسي وحق الناشط السياسي والصحافي راهو نهار آخر يتجاوز في حقك في نزاعك مع بلدية حول بنية، في نزاعك حول حقك مع شركة. يعني اللي عنده القوة واللي عنده الفلوس راهو هو اللي ياخذ الحق مش القانون اللي ياخذ الحق. يبدو المواطن السوسي يلزم يتوعى ان المسألة مش فقط احنا باش نصوت الواحد يولي رئيس ولا، لكن المسألة كيفاش هو نفسه سيكون في السنوات القادمة أمام هذا النوع من القضاة اللي يسبقوا مصلحتهم هم ويسبقوا المواقع والامتيازات اللي ياخذوها عن تطبيق القانون. سمحني الخطورة نحب نوصل على اللي قال سفيان، الخطورة تكمن في تكريس ثقافة عدم احترام القانون. بالضبط يا سيدي، خلينا نتكلموا باللغة الشعبية، احنا بلكش فهموا ما يفهموش بالقانون وباللغة الأكاديمية، خلينا نكلموهم باللغة الشعبية. احنا جدودنا اللي مش اللي مقروش والناس اللي مقرتش في مجتمعاتنا يقولوا اللي قصده وذنه القاضي ما يتسماش عكروت. يا يهديك ربي يا دي عم سيدي، عم حتى بالامثال الشعبي كي ما تحبش تعمل بالقانون. سي معاد ديجا نحب نرجع معاك في علاقه ببيان الاتحاد العام التونسي للشغل اللي يصدر اليوم. البعض من المراقبون ولا الناس اللي تابع في الشان العام اعتبرت انه هو بيان جيد لكن ناقص. شنو هو اللي ناقص في بيان الاتحاد اليوم؟ شنو هو كان المفروض الاتحاد اليوم يعلن عليه؟ اضراب عام ممكن او خطوات تصعيديه اخرى في ظل الموقف اللي اعطاه ولا في ظل التشخيص اللي اعطاه الاتحاد في البيان للدار اليوم؟ انت توا معناها جيتين تعيش لك الكره بالضبط في الملعب نتاعك لانك نقابي بقلتوشه. انا ولد الاتحاد وعمري كل عديته في الاتحاد وفي ساحه محمد علي وطول عمري وانا منحاز للشغالين والقضايا الاجتماعيه وقمت بدوري والحمد لله وضميري مرتاح طيلة مسيرتي في الاتحاد ونغير على الاتحاد حقيقه اليوم وغدوه وبعد غدوه. بصراحة أنا بيان الاتحاد اليوم أرجع فيه الأمل وما نعتبروش نقص، لأنه ما زال ما فات شيء. الاتحاد عبر تاريخه ومش باش ندخلوا فيه لأنه الوقت ما يسمحش، مر بعديد الأزمات ولكن لم يرضخ ولم يركن. زعامات الاتحاد
وعلى رأسهم الشهيد فرحات حشاد. الاتحاد قبل وبعد الاستقلال دفع ثمن، دفع قبل الاستقلال في حركة التحرر رجال بررة وعلى رأسهم الشهيد فرحات حشاد، وبعد الاستقلال. ونحب نذكر حاجة هنا يمكن ما يعرفوهاش برشا توانسة، عام 56 بورقيبة الله يرحمه وقت اللي استقل تونس، حكومة ما كانش عندها برنامج اقتصادي واجتماعي، والاتحاد كان عنده برنامج اقتصادي اجتماعي في الوقت باكا، وحمد بن صالح وعديد النقابيين هم اللي تولوا تسيير الدولة في الوقت ذاك. فالاتحاد عنده تاريخ كبير ياسر، واللي يحكي أنه الاتحاد لازم يشد بلاس ما عندوش مربع. الاتحاد الاتحاد عمره كامل منحاز لقضايا الحق، القضايا العادلة، وطول عمره منحاز للشغالين والمظلومين. وأكبر دليل حيازته على جائزة نوبل للسلام، والدور اللي لعبه الاتحاد في فترة كانت تونس باش تنزلق نحو العنف ولعب دور بذبت. ولكن هذا ما خليناش نقوله أنه هو الأكيد سمحني لأنه إذا كان حبست هنا نولي ما نقولش الحقيقة كاملة. هذا ما خليناش نقوله أنه الاتحاد عنده زلاته، عنده أخطاءه، وخاصة أنا واحد من الناس من النقابيين اللي كنت ما نسكتش على الحق حتى وانا صلب الاتحاد. مساندة الاتحاد 25 جويلية أو مسار الانحدار كان حسب تقديري الشخصي خطأ، وكان أجدر بالاتحاد أنه ينتظر الاتحاد ينتظر النتائج تاع المسار هذا، ومن بعد يحدد موقفه. المسار اللي في آخر المطاف عمل زج بالنقابيين في الحبس ظلما وبهتانا، كل الاتهامات عشوائية للنقابيين، أغلق باب الحوار حتى مع الاتحاد العام التونسي للشغل، أغلق باب الحوار نهائيا. وفي الأخر لقينا رواحنا قدام أوضاع اقتصادية واجتماعية متردية جدا. هو هذا وأكثر، هو الأكيد باش يكون عندنا في محطات قادمة في حلقات قادمة باش نحكيه أكثر على الاتحاد العام التونسي للشغل حسب مواقفه في الفترة القادمة وحسب تطور في المواقف نتاعه وإن شاء الله في الأيام الجاية. ولكن خطوة إيجابية اللي عملها الاتحاد اليوم، وأرجو أنه يبني عليها والاتحاد ينقلوها بكل صراحة. أنا كنقابي نقولها بكل صراحة، اليوم احنا لازم نتجاوزوا كل الخلافات داخل الاتحاد، لازم نرجحوا المصلحة الوطنية وسمعته ومكانة الاتحاد اللي قال عليها في يوم ما الشهيد شكري بالعيد، الاتحاد خيمة تونس الكبرى الأكيد وسيظل خيمة تونس الكبرى. الأكيد هو الأكيد هو هل جيدك سفيان، الأكيد هو باش نحكيه على الاتحاد أكيد غدوة إن شاء الله باش يكون فما موضوع آخر. وفما زادة النقاشات وسلسلة النقاشات والحوارات اللي عملتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تفاعلا سامحوني مع المستجدات الوطنية، واللي دعات فيها المنظمات والجمعيات والأحزاب الديمقراطية التقدمية والصحفيين والصحفيات لندوة صحفية غدوة صباح، وعلى إثرها المفروض يكون فما تحركات ميدانية. هذا إن شاء الله تنحكي عليه غدوة. ما حشي فما سؤال قاعد نخدم به ويقعد يطرح حاليا في الـ في الـ في, الـ في الكواليس وحتى شوية على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي يقول إنه عمليات سبر الآراء اللي قاعدة تصير الفترة هذه كلها تقول وبشكل قطعي أنه في ظل أي انتخابات قيس سعيد فرص متاعه في ربح الانتخابات أو حتى المرور للدور الثاني ضئيلة جدا وشبه منعدمة في بعض الوحدين الأخرين. نحب على تعليقك سفيان ومن بعد نجيك ميعاد في نفس السؤال. نحب أقول كلمة فقط فيما يخص الاتحاد، نقول أننا نعتبر رواحنا نحن الناس اللي عرضنا انقلاب 25 جويلية على حق، ومن أتى معنا الآن أو ما قبل أو غدا على هذا الحق مرحبا به. نحن يهمنا قول الحق ولا يهمنا من أنه نكون على حق. وهذه فكرة تدوينة لسي محمد الحامد اللي هو كان وزير التربية السابق نزل من تقريبا شهرين. نحن يهمنا معناها قول الحق من أي كان، والاتحاد معناها منظمة عريقة في تونس ينجم يصلح من أخطائه هو وغيره. ماهيش مسألة، ماهيش مسألة مناكفات شكون سبق وشكون قال وشكون ما قالش، لكن إذا كان بالتجربة الناس كلنا نلتقيوا على أنه البلاد ماشية في عبث ويلزم نوقفوه العبث هذايا، فهو مسألة مهمة. وإحنا عشناها المناكفات وأدت بنا إلى أوضاع رديئة مثل هذا، وبالتالي يجب نبتعدوا على المناكفات وما إلى ذلك، وبالتالي نطوروا أكثر نقاط الالتقاء اللي تسمح لنا بأن نطوروا بلادنا. بالنسبة لمسألة سبر الآراء والاستبيانات اللي موجودة هذه إحنا نعلموها، وأنا متأكد أنه قيس سعيد نفسه يعلمها.
انه كل الاستبيانات منذ معناها بعض الاسابيع اذا نحب نقول تقريبا منذ شهرين موجوده عديد الاستبيانات الغير معلنه والسريه، وحتى اللي عملوها ماذا بهم احنا ما نقولوش شكون اللي عمل الاستبيان هذا، تبين ان قيس سعيد في وضع انتخابات عادي يخسر امام اي مرشح منافس ليه رغم حاجز الخوف، رغم كل حاجز الخوف. انا قلت انه حتى عمليه عدم نشر الاستبيانات اللي احنا نحكيوا عليها جت زاد في اطار الخوف، في اطار الخوف من هذا. وانا متاكد انه قيس سعيد نفسه عنده فكره على الاستبيانات هذه، والمؤسسات اللي معاه والمنظومه اللي معاه يعملوا له في الاستبيانات، ويعرف انه هو منسوب الثقه فيه تددنا الى ادنى درجاته، وانه الناس لن تصوت له ولن يكون مثل ما يروج انصاره من الدور الاول وما الى ذلك. اما نقول هنا انه في وضعيه عاديه، اما في وضعيه التزييف اللي انا متاكد ان قادمين عليه، وفي عمليه التلاعب بالقانون كما قامت هيئه بوعسكر وكما قام هو نفسه بالتلاعب بالقانون من فصل 80 لعدم اعاده القضاه اللي حكمت لهم محكمه اداريه الى سالف وظائفهم، وتجاوز القانون وعديد التجاوزات اللي يخطئ فيه ويعاود يصلح ويعمل، يعني نعرف العبث القانوني اللي قام به قيس سعيد. الاستبيانات توضح ذلك، وبالتالي هذاك علاش هالرعب اللي موجود وهالارتجاف اللي موجود عن قيس سعيد ومنظومته، ومن ضمن منظومته هي هذه الآلة اللي اسمها هيئة الانتخابات بتاع أبو عسكر. وبالتالي قيس سعيد الآن يستعمل كل الوسائل اللا أخلاقية واللا قانونية من أجل أنه يزيف ويجير هذه الانتخابات لكي يبقى في السلطة. نفس السؤال لك ميعاد في علاقة بسبر الآراء، وإلا عملية سبر الآراء اللي قاعدة تصير في الفترة اللي فاتت الكل، هل تعتقد أنها هي سبب اللي يخلي اليوم هيئة الانتخابات ورئيس قيس سعيد يقوم بمثل هذه الممارسات مع طول الانتهاكات ضد المترشحين الآخرين، والتضييق على المترشحين والرأي العام في تونس، والمغالطات اللي قاعدة تصير؟ وشو تعليقك زاد على سبر الآراء في حد ذاته؟ أنا بخصوص حظوظ المترشحين في الفوز نفضل أي نحتكم للمنطق. المنطق حسب رأيي يقول أنه الأقل حظا في المترشحين في الفوز هو قيس سعيد. لماذا؟ ننطلق من نسبة المشاركة في الانتخابات اللي نظمها قيس سعيد سواء في الاستفتاء أو في المجالس المحلية أو غيره، يعني نسبة العزوف تعطي مؤشر مؤكد وأنه قيس سعيد ما عندوش شعبية حقيقة. اثنين، ممكن حتى أكثر من هكيك، حتى التحركات المساندة للسيد رئيس الجمهورية كانت شفنا العديد اللي ماهيش عديد كبيرة. نمن بالأرقام، تحركات نجم تكون عندها ابعاد او لا، يعني رغم التحذير الكبير واستعمال موارد الدوله وكيران نشاجيه من جهه، ورغم ذلك شفنا عدد صغير جدا قدام المسرح البلدي في ماي اللي انا عندي رقم ننطلق منه ونحلل منه. الارقام كانت مخجله وما تعبرش حتى على شرعيه. ثانيا، اللي يعرف روحه عنده شعبيه وناجح وهو عنده امكانيات اكثر من منافسيه يحتكم للقانون يقعد مرتاح، ملتجئ اساليب العبثيه هذه، ويقعد مرتاح ويربح، يحتكم للقانون يظهر لي بالضبط ما دام هو عنده اكثر امكانيات ومتاكد من روحه انه عنده شعبيه، يحتكم للقانون ويخلي الشعب هو ويخلي اللعبه الديمقراطيه. لكن المشكل انه تم حاله من الرعب اليوم في تونس، والخوف اللي تخلي الاغلبيه الصامته، وانا كتبت عليها تدوينه شو مجالها، الأغلبية الصامتة هي الكارثة الكبيرة اللي يستنى باش يقول رأيه في الخلوة، لأنه ما يقدرش يقول رأيه خارج الخلوة نتيجة للخوف، لأن الأوضاع الاقتصادية المتردية اليوم في تونس والاجتماعية والفقر والميزيريا اللي عايشة فيها الناس، مستحيل باش ناس تواصل في نفس الاختيار اللي يختارون خمسة. شكرا. وبالمناسبة بلاي سامحني أختي زينب، بالمناسبة باش نحكي لك نختموا من نحاولوا نختموا بهذه الطريقة الجريدية على الموضوع هذا، معلش الناس اليوم فادة ومش فاهم، برشا ناس مش فاهم. حمد بن صالح وقت التعاضد هبط للجريد وهو يخطب، وقاعدين الناس منهم ملاك وخماس قاعدين في جنب بعضهم، يرفع في الشعارات حمد بن صالح يقول لهم انتهى الفقر من اليوم، تحقيق العدالة الاجتماعية وشعارات الرنانة كما نسمعوا فيها اليوم. وقف الخماس يصفق فرحان يعيط،
وخماس، والملاك رزين وبعقله، الخماس يعبر على فرحته لكن محدود في التفكير. شبيك إلا فرحان؟ خفهمت وش يقول؟ قال فهمت، إلا قال فهمتها، ما فهمتهاش قال. قال راهو قال لك راهو باش يردني، باش يردني انا كيف كنت، مش باش يردك انت كيف انا. ايوه متساوون في الفقر معناها والظلم. وهذا هذا حقيقه. شكرا لك، شكرا لك ميعاد عبد الله ضيفنا القاري استاذ قانون، مختص في القانون ان شاء الله استاذ قانون. شكرا سفيان نائب سابق عن الكتله الديمقراطيه وناشط سياسي. نخدموها بنحترم ونحتكموا القانون ونخليه الشعب التونسي هو اللي قرر. كنتم مع حلقه اخرى من هيلة البلاد، نتقابلوا غدوه. باي باي.